أول حاجة الفرق بين الإيه؟ الحد، هل الحد بالاجتهاد؟ لا، الحدود الشرعية لا تقبل الاجتهاد. الحدود ما حدده الله عز وجل، وده يثبت بالقرآن الكريم والسنة المتواترة في هذا الأمر، والسنة في التي تشرح وتفصل وتبين الحد. القاعدة إيه؟ القاعدة ما ثبت في القرآن الكريم فهو حد، ومن فرض به السنة فبيختلف فيه الأقوال بين التعزير والحد. طيب يعني إيه؟ عشان نوضح بس، القرآن بين حد القتل القصاص، ولكن ترك في القصاص العفو، ما في شيء في القرآن بالمعروف وأدون إليه بإحسان، تمام؟ الزنا الجلد، فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلد. السرقة فاقطعوا أيديهما. القذف، حد القذف 80 إيه؟ جلد. هذا أربع حدود عندنا ما فيش فيها خلاف، تمام. الأمور الأخرى زي إيه؟ الردة، القمع، اللواط، السحاق، الخروج على الحاكم، الرجل، كل ده موضع نقاش، مش تشكيكا في ثوابت، انما بقولك لانه معظم ورد فيه سنه. فالناس بتختلف، لان السنه مش معناها لا تحكم ولا لا، بالعكس السنه تشريع ويجب ان نلتزم بها. لكن هو المشكله الخلاف بدرجه هذا التشريع. هل من فرضت به السنه في العقوبات مقصود به انه حد لا يمكن ان نتجاوزه، ولا هو تعزير ممكن نجتهد فيه؟ زي حد السحر، ما عندناش في القرآن حد. السنه قالت ايه؟ في نص ان هو يقتل، في نص ثانيه قالت لا، يعاقب، يحبس، كل دي تفاصيل، وهكذا قضايا اخرى في مثل هذه الايه؟ الاحكام. لكن القرآن لم يتعرض لاحكام اللي عقوبات لهذه، حقوق الوالدين لم يرد فيه عقوبه، الكذب لم يرد فيه عقوبه دنيويه مش اخرويه، خلاص، شهادة الزور، أكل الربا، كبائر كبرى لكن لم يرد فيها عقوبة. فهنا لازم نفرق بين المحرم وبين عقوبته في الدنيا. عقوبته في الآخرة ما فيش نقاش. طب إذا الحدود ليست مجال اجتهاد. ما ثبت أنه في حد في القرآن لا مجال الاجتهاد. مجال الاجتهاد في طريقة تطبيقه. يعني القتل كان زمان بالسيف، الإعدام، خلاص، في بالمشنقة، بالجهاز الكهربائي، في خلاص وسيله غيار دي وسائل. النتيجه ايه؟ حد. الجلد بكرابيك، بنوعه، شكله ايه، بازاي، خلاص لكن هو جلد. اذا دي حدود لا تقبل الاجتهاد. طيب اذا حد زي الخمر او قصه الخمر لم يرد فيها قران والسنه، يعني مساحه متروكه فيها مساحه، اجتهد الصحابه، هل اجتهاد الصحابه ملزم؟ لا، والا سيدنا عمر جلد في الخمر ونفى. طيب من ايه؟ حاكم شاف ان افضل وسيله لهذا الشارب ان ينفى. بؤره فساد في المجتمع مش هتتصلح كده، لما ينفى شويه ويرجع يحس بقيمه العيشه بين الاهل. وقد يكون النفى فطر الانسان، فمعناه لما سيدنا عمر غرب شخصا فتنصر فارتد، فقال والله لا اغرب مسلما بعده، خلاص شاف ان الوسيله دي مش ناجعه، مش مفيده. اذا ادي اول نقطتين، الحدود تثبت بالقطع، قران او سنه.